سليمان رح تسمع عنه أكثر وأكثر هالاسم، وهو لبناني أمريكاني وممثل أمريكي اليوم على طريق النجومية إن شاء الله، لأنه صار أكثر من دور فعلا بيستحق عليهم أورد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك بالإم تي في، أهلا وسهلا فيك كمان بلبنان لأنه عايش بأمريكا. هاز حبيبتي تسلمي. شو اسمك الأصلي؟ أكيد مش هاز. لا مش هاز، حسن علي الحاج سليمان. صعب او حسن شوي. سليمان صعب شوي بامريكا. بامريكا صعب هون يعني. هون هينا هون مثل اي زاويه الله وكيلك مثل ستاربكس. كيف وصلنا على هاز؟ والله ماي اكس وايف، شو بيقولوا بالعربي اكس وايف؟ ما بعرف. زوجتي السابقه. زوجتي السابقه هي اعطتنا الاسم. ومشي حال. مش الحال. مش الحال. أمريكية. هي لبنانية. من الجنوب بيت عجمي. وهاز شفت حتى لبنانية عبروا يسموك هاز. زغروا. ولكن نحن اليوم عم نستضيفك لأنه أكثر من يعني دور فعلا برعت فيهم، وآخر دور شو كان لألك؟ كيلينج جيزس. يلي هو فعلا دور صعب، دور ما بعرف يعني شوف ليش قبلت بهالدور اللي هو مسؤولية كبيرة يعني. كممثل يعني أي ممثل أنه شغلة كتير مهمة وكبيرة، وبعدين كل الناس عندها رأيها عن المسيح، فأنا أجاني هالفرصة أنه ألعب دور المسيح. بالنسبة لي يعني كان great challenge، يعني قلت أنا وعدت حالي مش هحكي بالإنجليزي مش عم تزبط معي، بس لأنه أنا ربيان ومسلم وشيعي صار كمان أكثر big deal أنه جاي من هالطرف يعني، وصار في كتير controversy أنه كيف واحد مسلم شيعة بده يلعب دور المسيح. نعم. انه ما مقبول هالشيء من ناحيه عندك الاسلام، انه انا كيف بدي العب دور المسيح؟ بدي اعمل بروموشن للمسيحيه، ومن ناحيه المسيحيه انه كيف انا مسلم شيعي بدي العب دور المسيح وما حفرجي انسانيته، انه مش حفرجيه كاله او ابن الاله، انه من ناحيه اعمل diminishing لكريستيانيتي بحد ذاتها. وهو سو بين هون في تحدي يعني، صار في تحدي بين الجهتين يعني. It was a very interesting position انه انا اكون بهيك وضع. فانا شفتها انه فرصه ابن الصوره، عرفتي كيف؟ بين الطرفين وكل الاطراف، مش بس المسيحيه والاسلام واليهود والبودست والايثيست والنون بليفرز، كلنا نحن نفكر انه نحن بني ادمين اول شيء. إذا بدك تفكري بالموضوع قبل ما نكون إسلام ومسيحية ويهود، نحن بني آدمين. To think of it in this way and then build a bridge have a connection between all of us. لأنه بحس الحلو بلبنان هو الطوائف، وبنفس الوقت هو كمان المشكلة كبيرة. المشكلة بلبنان. رح نشوف تريلر لكيلينج جيزس، ومن بعدها نشوف كيف وصلت تتقدر تاخذ هالدور مسيرة كلها. You said there wasn't a cockroach. A miracle could save you. Oh, get it out. A child born in your kingdom is the God of Israel's chosen. Get it out. Oh, Messiah. You're not sticking that thing in my ear. It's just a syringe. We will love our enemies. You preach weakness. No, no. Strength. Jesus. How could you know me? How could I not? Those are a generation of fighters! You're a warrior. Your voice can make a vapor of phantoms. Yes. Guards, arrest him! Tilt your head, please. Are you king of the Jews? My kingdom is not of this world. Let the mob see who is truly fit to be king. End this threat to order. End it. Like I told my last attorney, I'm not talking. Betrayed, humiliated, soon agony beyond what you can imagine. Is this the glory of God you bred up? I wish I were friends of Maria Martinez. Or maybe God. في رهبة بأنك تلعب دور المسيح يعني. لما بتكون عم تلعب دور مش مثل لما نحن بنشوف يعني، تكون هالقد هالسينز مقسمين بالشكل انه بتكون عم تركز على سين وحده يمكن مش على كل الموضوع. طبعا اكيد مثل اي شيء ثاني، اي كاركتير بتلعب يعني الواحد بيلعبه، انه في جيرني،
في الرحلة تعيته كله للكاركتير، وبدي يكون عندك فكرة كتير قوية عنها. وقصة المسيح كلنا بنعرفها ومعروفة يعني، فبيساعد هالشي. بس الحلو بهالبرودكشن اللي عملناه، أنا بفتخر فيه كتير، فرجينا إنسانيته للمسيح وإنسانية القصة هي بحد ذاتها، مشان نحنا بس نحضر الفيلم ما نترك نحس أنه أوكي هذا المسيح أو الإله أو ابن الإله، whatever you believe in، ما بهم، ما تصير أشياء عادية إيه، أنه هيدا أوكي المسيح، وأنا بني آدم انخربت علي بيتي، أنه أنا ما قادر أعمل شيء، هو المسيح أكيد بيقدر يعمل كل الأشياء. فحبينا نفرجي إنسانيته مشان نفرجي براعة والماجنيفيسنس تبعيت الإنسانية تبعيتنا نحن كبني آدمين، شو بنقدر نعمله نحن، الأشياء بإيدنا نحن بنقدر نعملها. وبالعالم بتشوفي humanity والpeople قديش بيعملوا بالدنيا كلها، أنه قديش إنه magnificent. فهيدي it's another way أنه منفرجي نحنا كبني آدمين شو منقدر نعمله. هو كمان المسيح إجا مشان يفرجينا هالشي. وبدي أرجع علقة اللي حكيته من قبل، أنا على فكرة أنه حسيت أنه إجا it was an opportunity، هاي فرصة تابني bridges. ليه؟ لأنه هو المسيح بحث ذاته شو قال، love your neighbor as you love yourself. شو بيعني بهالموضوع neighbor؟ شو بيكون neighbor؟ في يكون أي شيء، اي طائفة، الجار يعني، اي طائفة، الجار، النيبر، الجار، في يكون اي شيء من اي نوع طائفة، اي دين، اي سكس، اي شخص بتلتقى فيه يعني، هذه مرة، any kind of walks of life. هيدا how vast it is. It's so vast انه قديش المسيح هو statement تبعيته انه قديش he's inclusive. يعني بيجمع، ما بيفصل الاشخاص عن بعض. فبتلاقي انت مثلا انفصال بين الاسلام والمسيحية، هيدا الشيء ضد تفكيره وضد التعليمات تبعوله. نعم. هو يعني نعم. حلو كتير. تنشوف كيف وصلت لتاخد دور من هالنوع في مسيرة. تركت لبنان أمتى؟ بأي عمر؟ كان عمري 21 بالـ97. فإذن عشت طفولتك والمراهقة وكله بلبنان. الحمد لله. يعني ما في قول من أصل لبناني. هالسليمان لبناني؟ لا، لبناني لبناني. ليش أهلي من نفس الضيعة، من بدنان اثنيناتهم، أمي وبيي، ما نون كازنز ثانك جاد، بس تعيل اهل لبنان. ليش تركتوا لبنان؟ شو الهدف كان الاول؟ انا ليش تركت لبنان؟ كنت بدي يصير، كنت حابب كثير غني، كان انا غرامي الغنى، الغنى والموسيقى. الاجنبيه طبعا، الاجنبيه بوب ار ان بي. بس فكنت حابب كثير اروح على نيويورك، على مانهاتن، وليف ذات دريم، ذا امريكان دريم، وبي ريكوردينج ارتست. شو كنت عم تعمل هون يعني؟ وضبيت شنطتك ومشيت؟ كنت عم بدرس بالاليو كمبيوتر ساينس. اوكي. اهلي قالوا لي ليك اللي بدك يعمله، بس اعطينا شيء هيك باك اب بلان مشان نحن نريح راسنا. قلت لهم طيب اوكي خلص، كمبيوتر ساينس بيمشي حال. قال لي يلا خلص، يلا مشي روحت. قلت له اوكي جيد. سنتين بالاليو نقلت، عملت ترانسفير بوين ستيت يونيفرسيتي بميشيغان، وكفيت هونيك وخلصت كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس كملت. كملت وخلصت، وفيت بوعدك يعني. وفيت بوعدي وما استعملتها بحياتي الدجري يعني. بي اس كمبيوتر ساينس، if you know what I mean, what it means, the alternative BS. نقلت على نيويورك، قعدت هناك 4 سنين وسجلت شي 30 غنية. لحنت وكتبت. لا، في مراحل عم بتحرق لنا اياها. شو بدك؟ شو انتقلت وبلشت تسجل اغاني؟ اكيد كان في، وصلت على امريكا كان في اكيد صعوبه انك في كان تنطلق اكيد صعوبه يعني. طبعا اكيد يعني I had all kinds of jobs. شو الكونكشنز اللي عندك هون بامريكا؟ كيف اول شيء ما كان في كونكشنز ابدا يعني. رحت على نيويورك حتى نمت على الطريق مره، لانه ما كان في عندي محل اقعد فيه، وكنت اشتغل جارسون، واشتغلت ديش واشر، بغسل الصحون بالمطاعم، باس بوي، بجيب الصحون بجيبهم من المطعم بحطهم بالمطبخ. على امل، على امل انه اطرقها وصير يعني سكسسفول. طيب وبهالوقت شو كنت عم تعمل لحتى تقدر توصل؟ شو كنت عم بعمل؟ كنت دق ابواب يعني. هلا من اي ناحيه قصدك؟ انه من ناحيه يعني انا تحت اللي يكون عندك الكونكشنز لتقدر تبلش تعمل اغاني او تسجل اغاني او ما هي خطوه خطوه. صرت اول شيء تعرفت على اشخاص ساعدوني انه تعرف اشخاص ثاني من ناحيه انه بروديوسرز، منتجين موسيقى مثلا. رحت وسجلت مع واحد تعرفت عليه، واحد ثاني كنت عم بدرس، شاب صغير هو بينتج من حاله كمان، سمع انه بغني وقلنا هي خلينا نشتغل. كل شيء بيتوفر لك عشان تبين قدراتك وتقدر توصل. بالضبط يعني، كنت يعني هاسلينج لبناني ستايل، عرفت كيف؟ الطريقه اللبنانيه انه كيف نحن، شو الهاسلينج بالعربي يعني؟ مجرب كل الوقت. تنصيب، مش تنصيب بس انه بشكل سلبي يعني، مش شغله سلبيه، شغله ايجابيه بصراحه يعني. بس انه بتعرفي نحن حربوقين، حربوقين، حربقه.
حرب حرب لبنانية هلا عجبت اوكي اه في حرب بالامريكاني شو لك لا أوكي. نحن بنحرب على الامريكان اوكي فيعني خطوة خطوة أشخاص بتعرف عليهم يا بالمدرسة يا بالجامعة يا بالشغل one thing leads to another وصلت لمرحلة أنه صرت عم ب... أنه عملت إشياء شوي هيك over the top يعني بروح بلاقي مثلا محل فاضي ما في حدا على 42nd street بمنهاتن يعني هذا محل أكتر محل عجقة وناس بطلع فيه هيك بقعد فيه بحط سبيكرات بجيب معي رقصتين من اليابان وكوريوغرافي ولابس لك جينز لو كات لانه كانت الميوزك تاعتي بوب ار ام بي عندي صور اذا مش مصدقتيني كان لازم تجيب لنا نعمل كوريوغرافي وشو على اباندند ستور يعني بقلب ستور مهجور متروك وانا قاعد على ستور فرونت يعني اشي عملتها شوي هيك اوفر ذا توب بس انا بيرفورم لا تجذب انتباه انه لاجذب انتباه لاجيب اتنشن انه هيك بلكي بتزبط معي بهالطريقه او اذا بهالطريقه ما زبطت بحاول بهالطريقه شو بروديوسر عم يتمشى بالساحه ايه انه whatever anything بس it's also the love of it مش بس انه بدي اتنشن او بدي انجح it's بحاجه تكون انه انا بحب غني بحب الموسيقى بحب يعني it's passion that's what it's about يعني بالنهايه انه عم نعمل هالشيء انا بالتمثيل انه اوكي الحمد لله ماشي حالي وكل شيء و it's wonderful بس اذا ما بحب هالشيء انه why am I doing it بس كنا بعدنا بالموسيقى كيف نقلنا للتمثيل هلا بالموسيقى شو صار بعد سجلت 30 غنية و I performed all over Manhattan in many places صار عم بحكي بالانجليزي انه عم بنسى لا نحن اللبنانيين بنحكي انجليزي اوكي لا ما اختلفت اكيد اكيد, أكيد, أكيد. بعدين صار سبتمبر 11 11 ايلول وموسيقتي فيها كثير عربي يعني مع انه بوب ار ام بي بس في دقات عربيه فيها لانه انا بحب انه انا ذاتس وير ام فروم انه بدي فرجي انا وين اصلي يعني فصار سبتمبر 11 وصار في كثير رياكشن قوي ضد العرب والاسلام خلال هالفتره ولانه موسيقتي فيها دقه عربيه كلهم بابا بدهم نقزوا بابا بدهم يتعاملوا معي انا صار انه اوف لهالدرجه يعني انه نو واي يعني واز سو اكستريم بعرف اذا سمعتوا انتم شو صار بالعرب كثير رياكشن قويه يعني فيزيكال فايلنس يعني صار في عنف اتجاه العرب بعدها مستمر لهلا ببعض المطارح مزبوط صح فانا هيدي كثير يعني مش ديسابوينتد يعني خاب املك بال خاب املي من هالناحيه قلت خليني ادخل بالتمثيل اخذت صف تمثيل انا بالاليو او قبل ما تركت شفت يعني نفعت الجامعه نفعت شفتي كيف ومن وقتها I caught the acting bug بلبنان بالاليو بالصف التمثيل اخذته مره واحده دائما كان in the back of my mind يعني حبيت مطرحك بالتمثيل انه قلت اوكي هل اكسبيرينس ايه هل اكسبيرينس اخذته بالاليو بالجامعه هون مع الاستاذ كثير حبيته وضل في شيء هيك مثل يعني عم براسي كوكينج يعني ابارن ساعتها قررت اوكي maybe this is the time for me to go to LA and اروح على LA وشوف شو بيصير بالتمثيل جبت ايجنت لقيت ايجنت قبل ما نقلت على LA نقلت على LA وهلا عم بحكي معك صار لي من وقتها يعني من 2004 نقلت على LA واي دور اخذته بالاول هلا اخذت صفوف تمثيل وتعلمت كثير وقريت كتب كثير وهونيك يعني كمان اشتغلت كثير يعني تعبت وكيف كنت عم بتعيل حالك بهالوقت كنت مدرب رياضه وهيدا كنت المصروف الاساسي عم تشتغل يعني المدخول الاساسي كنت عم بشتغل بالرياضه يعني عم بدرب رياضه وعم بعمل مصاري منيح من هالناحيه وكنت قايم بحالي ودغري يعني بلشت اول فيلم كان الاستوديو فيلم American Dreams لعبت مجاهدين كابتن بس it was a satire it was a comedy يعني it was making fun of America يعني الفيلم كان عم بيتمسخر على أمريكا بطريقة كتير intelligent لأنه الأمريكان بيقدروا يعملوا هيك أنا I like that about Americans أنه عندهم المقدرة يضحكوا على حالهم ينتقدوا حالهم وما يأخذوا الحياة بجدية ويأخذوا نفسهم بجدية وبلكي يستفيدوا من هالانتقاد انه طريقة بطرق مسج بيوصل هون بحس انه انتم كمان بتعملوا هالشيء بلبنان انه اي لايك ات حلو ايه بنعمله بس بين الزيح انه ايه اوكي بين الزيح شوي بي يو هاف تو بي كيرفول نكل اوقات اوقات بمشي الحال فاذا انت بلبنان هلا بزياره شو مناسبتها؟ والله الاهل بس زياره الاهل وهلا رجع على الي بدي صور فيلم باتلانتا وبدي ارجع بعدين اروح على جنوب افريقيا صور مسلسل جديد امريكاني لاي بي سي ست اشهر
حنصور هون. رنا عندها مقطع من ذا فيزيتر، خبرنا عنه لحتى نشوفه. الفيزيتر تقلك بلعب كمان. بلعب واحد سوري. بأي سنة هيدا؟ بأي سنة؟ بال2007 صورنا. بتذكر أول ما طلع هيك حقلك شغلي very politically incorrect. هلا أول ما طلع الفيزيتر على فكرة ترشح لأوسكار الفيلم الفيزيتر. It's a beautiful film. فيلم كتير حلو، مش لأنه أنا فيه الفيلم، أنه قصة كتير حلوة، character driven، قصة صغيرة بس بزغارة كتير كبيرة. إذا فهمت شو قصدي. وهو عن شاب سوري أنا لعبته دور illegal بأمريكا غير شرعي، وصاحبته من أفريكا من السنغال سودا. فهون already عندك شيء interesting. ما معودين إحنا كلبنانيين لأنه في عنصرية، اسمحوا لي يعني، أنه بلبنان إذا أنا جيت أتزوج وحدة سودا اوقات الناس بيطلعوا هيك انه هلا عم تتغير الاشياء كثير ان شاء الله ان شاء الله، بس انه هيدي بعدها مشكله عندنا هون بالتفكير العربي وبلبنان يعني. فهي سوداء وفي بيصير في رفقه بيني وبين واحد بروفيسور بالايكونومكس بنيويورك، بيصير في يعني قربه كثير قويه بتصير، ومن القربه انا بنحبس وبتجي امي، وكنا كلنا الليجل انا وصاحبتي السوداء وامي من سوريا نحن أصلنا بالفيلم، كنا الليجل وأنا بكون بديتنشن سنتر، بيجي هو البروفيسور إيكونومكس الرفقة اللي بتصير بيناتنا بيحاول يساعدني بيطلعني بآخر الفيلم. مع أنه ما بتعرفه، ما في علاقة قديمة بيناتكم، أنا بدأ الطبلة الأفريقية جنبي اللي تعلمتها شهر ونص أخذتني لأنه ما بحياتي سامع بالجنبي، فقلت له شو هي علامة كرمال الفيلم؟ كرمال الفيلم شهر ونص كل يوم 3 ساعات ونص لدمموا إيدي. يعني it was incredible أنه أنا ما بعرف كيف صار بله. طب خلينا نشوف النتيجة، وشربنا البيت كتير كمان عليه. خلينا نشوف النتيجة بما أنه عم نحكي عن جنبي. Hi. Sounded good, Walter. I'm sorry. No, don't be sorry. That's what it's there for. I was lying on my bed listening to my music and then I was like, what's that crazy rhythm I'm hearing? Sit. Come on. I'll show you. Just put your feet flat on the ground. Now take the drum between your legs like this. Now you want to take the inside edge of the ground with your ankles like this. Great. Feel okay? Okay. Okay. Now Walter, I know you're a very smart man, but with a drum you have to remember not to think. Thinking just screws it up, okay? Okay. Now give it a couple of bangs. Not so hard. You're not angry at it. Okay. I'm sorry. Okay. Better. Did you think? No. Good. Now, one more thing, Walter. You listen to classical music, so you think in fours. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. This is an African drum, so we're going to be playing in threes. Tak, tak, tak. You have to forget your classical. Leave it behind. Tak, 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 1, 2, 3. Come on, follow me. Tak, 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 1, 2, 3. Don't worry, start again. Good. Don't worry. Again. Good. You got it. Don't worry, go again. Good. That's it. Now keep it going and I'll do this. كثير بعيدة عن الدربكة ولا بعيدة؟
لانه من ناحيه دربكه بتحطيها هون، الجيم بتحطيها هون، انه شوي تختلف، بس بنفس الوقت اذا بدق دربكه منيح مش يعني بتصير بسهوله فيك تتعلم. بما انه انت اصلا ميوزيشن ف اي اله بتجذبك هيك بيقولوا يعني. هون كنت عم شو عم اقول لك انه الاكسنت تبعك بعدها لبنانيه، عم تقول لي لا لبنانيه لانه الفيلم هيك بيقولوا، لانه الشاب الفيلم او الكاركتر هو سوري بالضبط. فاذا هيدي بلس لك بكثير من ال ايه طبعا من الادوار. ايه طبعا ما بعرف اذا خيي مبسوط بهالشيء لانه بقلد الاكسنت تاعيته. اه والله هذا ما بينبسط بهالشيء، انه بقول له انا لك هيدي انت هيك تحكي بهالطريقه الإنجليزي. انا بحكي هيك. عايش بلبنان؟ لا والله هلا نقل على تكساس على هيوستن. ايه لحقينك يعني؟ ايه هيك شيء على الطريق. تنرجع على تمثيل اول دور اخذته، يعني الكاستينج كيف كان؟ احنا بنتصور عاده لما بتكون يعني عم بتجرب تاخذ ادوار بيكون في هيك شيء كو طويله عريضه، يستان ان لاين وبتنطر دورك وهي تزبط وهي ما تزبط، وهلا خيبه امل وهلا ما زبطت معي، ولا كانت وهذا اطول مني وهذا اقصر مني وهذا اكبر مني وهذا رح تزبط معه اكثر، هذا خرج الكاركتر اكثر. ايه طبعا يعني هذا الاكسبيرينس بتمرق فيه دائما، و انه بيصير احسن مع الوقت وهيك. كم كاستنج عملت قبل اول دور؟ قبل اول دور او اول قبل اول دور كنت انا عامل باك جراوند اكتنج، عملت باك جراوند يعني فهمت شو قصدي باك جراوند؟ يعني فسرنا يعني ما في جمل ما في كلمات يعني مثل الاخرس بتوقف وما بحكي ما بحكي شيء، ولعبت ميت كمان اسبوع كامل. صرت احكي مع الله انا انه الشمس طرقتني، ما بعرف اذا انه الشمس طرقتني، بس قلت له يا رب انا عندي صوت فيني احكي، انه اعطيني دور في صوت في كلام يعني انه جمله بس جمله واحده. فكرت بالفيلم عم يحكي مع الله؟ لا انت لا انا عم بحكي معه يعني عشان نكتب عنك فيلم. طرقت الصحايا الله وكيلك. بس بعدين بعد ما صار معي هيك، لانه جبت الساج كارد تبعي، ما انت الساج اليونيون يعني نقابه الممثلين بامريكا، انه الدجاجه قبل ولا البيضه قبل كايند اوف دايناميك يعني. فبدك تلاقي طريقه انك تدخلي بالنقابه مشان تقدري تعملي ادوار مهمه بافلام مهمه باستديوهات يعني، وانا ما فيك تشتغلي اذا ما عندك اليونيون. فتجيب اليونيون في طرق مختلفه تقدر تجيبيها، فانا لاني لبناني عندي كان كثير طرق حلوه لقيتها بهت يو من ناحيه انه اقدر اجيبها. دخلت من طريق الباك جراوند اكتنج، وبيعني انه شو بتروحي بتمثل باك جراوند نهار، باخر النهار بدك انت وحظك وانت وشطارتك تحكي مع المنتج يعطيكي فاوتشر اذا قدرتي، وانت اذا قدرتي تقنيه بيعطيك اياه، اذا ما قدرتي بدك ترجع تعملي مره ثانيه، انه راح نهارك كله ببلاش يعني بلا طعمه. رجعت رحت على دكانه هيك صغيره بزاويه بالالي ما بعرف وين، ووحده قالت لي روح هنيك بتعطيه 200 دولار وبيعطيك الفاوتشر. قلت لها عم تحكي جد؟ قلت لها بروح انه لبناني بسيطة. يعني انه عرفت كيف هذه بدمنا احنا هالطريقه. بروح والله زبطت، اعطيته 200 دولار واعطاني الفاوتشر ومش الحال. شفت مش بس بلبنان مش بس بلبنان. هلا مش يعني انه فخورين بالموضوع ولا بدنا نكون مثل الامريكان، بس انه يعني ما نضل نقول انه بس بلبنان. حلو الواحد يكون صريح نمبر 1. انا وين ما كان في كل شيء ما بحب انا اكذب، بحب الصراحه حتى اذا عملت هيك شيء. بالعكس واحد يحكي بصراحه لانه مش انه اوكي هلا هيك انه الطريقه مزبوطه او غلط. بس بعدنا اكستريم النيرس جاكي رح نشوفه بهالوقت، رح انقل انا وياك على الولو فين تتمضي لنا اياه وبنحكي عن هالدور كمان. طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. قلت له انت من وين؟ قال لي من حدود السماء. قلت له جاي من وين؟ قال لي من بيت الجيران. قلت له خايف مني؟ قال لي هيدا الدور هو بمسلسل تلفزيوني نيرس جاكي كوميدي كوميدي، مع انه الوضع مأساوي يعني كان بهالمشهد، بس عم غني غنيه عصفورة من الشباك وقال لي يا نونو
مين نصحك فيها هيدا بنعرفها؟ امي ماما سالتها قلت لها طيب هن طلبوا مني قالوا لي بدنا اياك تغني مع انه الكاركتر كان نصه بورتوريكان اللي انا عم بلعبه ونصه عربي اسمه مومو ديلا كروز محمد ديلا كروز نصه ذات نيم سيزرو وقالت لي الماما قلت لها يا امي هو بكوما وطلبوا مني غنية عربية قلت لها شو بغني قالت لي عصفور طلع من الشباك قلت لها خلص لقيتها رح نطلب منك تمضي لنا الول اوف فيم هاس سليمان طيب بس هاس سليمان يعني ولا بدك حسن علي الحاج سليمان ولا مثل ما بدك على راحتك بس الفيم نيم هو هاس لا الفيم اسم الشهرة خلص حط لك اسم الشهرة نحن ول اوف فيم هلا هاز ثانك يو نحن بنتمنى لك اكيد توفيق بنرجع بنذكر انه ذا فيزيتر فاذا نترشح لاوسكار يعني انت على طريق كثير مهمه وكثير ان شاء الله بيعرضوا كل جيزس هون بلبنان ان شاء الله وطبعا دور منه هين تي في موفي صحيح ولكن لبروديوسر ريدلي سكوت وفيلم منه هين ابدا ودور فعلا اتقنته اهلا وسهلا فيك بتمنى لك مره جديده كل التوفيق واكيد بنتابعك وهيك بنفتخر فيك كلبناني عمل سكسس ستوري وقدر وصل للي بده اياه يعني بالنهايه ان شاء الله تكون على الطريق الصحيح واللي انت بدك اياه شكرا لك اهلا وسهلا فيك مشاهدينا وقف هلا بنرجع بنتابع نحن وياكم مع واتسون ام تي في باخر محطه لليوم خليكم معنا